انتصار لتونس وإنصاف لأهالي جزيرة قرقنة، هكذا وصف الاتفاق العسير حتى تواصل شركة بتروفاكا البترولية نشاطها في الجزيرة. احتجاجات اجتماعية منذ سنتين عطلت الانتاج، واعتصام لتسعة أشهر أوقفه تماما. تكبدت الشركة خسائر فادحة فيما كانت النتائج كارثية للاقتصاد التونسي. بتروفاك مشكلة عالقة منذ 8 أشهر، وغياب الحوار هو اللي أدى إلى الوضع المتأزم هذا. وحكومة الوحدة الوطنية منذ توليها القيادة انكبت على هذا الموضوع. أنا كنت صرحت في خطاب منح الثقة أنه المشاكل الاجتماعية سيقع معالجتها بالحوار وبتطبيق القانون في نفس الوقت. جزيرة قرقنة لا تتمتع بثرواتها كبقية المناطق، فرغم وجود خمس شركات بترولية يعاني الأهالي في الجزيرة تهميشا وغيابا لافتا للتنمية، ما تسبب في تفاقم البطالة وفي توتر اجتماعي كادت أن تكون نتائجه كارثية. هناك أموال صرفتها هذه الشركات البترولية ومنحتها للسلطات المحلية في الجهة من أجل النهوض بجزيرة قرقنة، ولكن للأسف هذه المنح وهذه القروض لم توظف بالشكل الكافي، ولم توظف لتنمية الجزيرة أو بعث المشاريع فيها أو إيجاد حلول كذلك للمشاكل البيئية الموجودة في الجزيرة. وكان يخشى من أن تنتقل عدوى أزمة بتروفاك إلى آلاف الشركات، وتتهم أحزاب وأطراف سياسية بتوظيف الاحتجاجات السلمية لتعميق الأزمة الاجتماعية في البلاد. الحركات الاجتماعية مثل الحروب، هناك من يسرع فيها ولكن هناك من يحاول توظيفها واستغلالها. على هامش هذه الحركات وبعيدا من هذه الحركات كانت هناك توظيفات سياسية مفهومة باعتبار أن المسألة أخذت بعدا وطنيا، فبالتالي حاولت بعض الأحزاب أن تكون في صدارة المشهد، بعض الأحزاب الأخرى حاولت أن تعيق التوصل إلى حلول. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أغلق أزيد من 1800 مصنع أبوابه، ما يجعل من تحسين مناخ الاستثمار تحديا جسيما أمام الحكومة الجديدة رغم نجاحها الباهر في حل أزمة بتروفاك.